العيد الاضحى ما بقالو والو، الله يجيبو على خير وبخير، ولكن المواطن ما مستعدش ليه، لان الاضحيه كنسمعوا عليها غاليه بزاف وماشي في متناول الجميع. انا شخصيا كنتمنى كاع ما يكون هذا العيد. واخا الناس مساكن كتسنى هذا العيد بكل فرح، يعني الناس كلها كتبغي هذا العيد الكبير وكيبغيو يدخلوا الحوي، ولكن على حسب هذا الحولي اللي تنشوف دابا اللي شفنا المقارنه ديال العام الاخر مع هذا العام، العام الاخر كانوا طالعين غير ماشي لدرجه هذا الارتفاع اللي كاين هذا العام. راه شحال هذه كنا كنقولوا العيد الكبير كنكونوا فرحانين له، دابا ما نكذبش عليك، راه العيد الكبير راه كل شي الطبقه الفقيره مسكينه مهلوكه، راه القدره الشرائيه ما كايناش، راه الفقير مضعوف، الناس عندها الوليدات ما كتعرفش كتخرج تبيع حوايجها، راه خصكم تجيو تزورونا هنا في الوقيته ديال العيد الكبير، فاش كتبقى سيمانه راه سوق الكبير، راه الناس مخرجين فراشها، الناس مخرجين تلفازاتهم، الناس مخرجين ثلاجاتهم باش يشريوا ذاك الحولي. انا بحال دابا كنخدم غير الميناج، يعني ماشي شي حاجه كيعطوني 1000 درهم ولا 1500، شنو دير لينا؟ وجوج وليدات، انا لا كان عليه اخويا الله ما بغيتو، كان ديك الحلاوه ديال العيد كاع ما بقات. نكذب عليك، شحال هادي كنا كناخذوا الحولي ب 1500 درهم، تيجيبوا لنا الوالد كيدوز معنا ديك 10 ايام كامله، كانت الحلاوه ديالو. دابا ما نكذبش عليك، كاين بعض الناس راه ما يقدرش يشري، راه صعيب عليه. واش العيد دابا راه معين كاع فوت 2000 درهم، فوت 2000 درهم، كاين 3000 درهم، كاين 70000، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كاري عنده ولاد مدرسه، منين غيجيب هذا العيد؟ واخا يكون ما عادش نورا الغلب الله. حتى الطبقة المتوسطة ما تقدرش تشري العيد هذا العام، لأن كنسمعوا على الأضحية غالية غالية بزاف بحال هكا. واش نهار العيد غادي يكلفك مثلا 6000 ريال أو غادي يكلفك 5000 ريال في هذاك النهار؟ إذا ما غاديش يقد عليه بنادم. هي راه كنسمعوا حنا غير الأضحية، راه هي أضحية راه عندها التوابع ديالها، عندها المسائل ديالها، عندها بزاف ديال الحاجة. هذا العام راه الحولة ولدي ديال 40000 ريال ساوي 70000 ريال، مواطن كيجي 3000 درهم كاع العادي ولا هادي، قول لي كي غيدير غيعيد؟ من طبيعه الحال ما تسعيدش. اغلبيه الناس اللي هضرتي معاها تقول لك ما غنعيدوش، ما كاينش، ما كرهناش. وراه ما تدخلكش في العقل ان الحكومه كتقول لك الناس المستثمرين اللي غادي يجيبوا الحواله من رومانيا ولا من البرتغال ولا من اسبانيا، اي حول يدخل دخلاته كدعمه ب 500 درهم باش يكون زعما الحولي رخيص، وراه ما عمر الحولي غادي يكون رخيص، راه خصها تدعم هاد الفقراء هادو، وما اللي تعطيهم دوك الحواله اللي جايين من اسبانيا ب 600 درهم 500 درهم، الحكومه لديك 500 درهم هي تجيبها وتفرق على الناس الفقراء، الناس اللي ما عندهمش، راه ناس عندهم وليداتهم، الناس راه كتبكي، الناس راه كتجيب العدس، راه بهاد العدس راه كتغدى بها وتعشى بها. ما يقدرش يشريه، صعيب عليه. كاين الناس اللي كيجيو محسنين يخلصوا عليه، كاين الدوله راه كانت هادشي شحال هادي تفكر فيه، هي تبقى شهر عاده غتبقى تفكر وتبقى وراه كان شحال هادي شهرين يلغيو العيد. اما دابا راه كاين اللي موجد، كاين اللي خاسر رزقو، عنده 15 حولي خاسر عليها فلوس باش يجبد فريسات باش يكذا ويصير على المسائل ديالو، راه هادشي اللي عندهم تما سوقهم هو هذا، وهادو تما مساكن ما قادين شي، واش اللي غنقول لك؟ لا داروا شي حل وجدت الغنم وهادي وطاح شويه السوق، راه يقدر المواطن يكون داك الاكتفاء الذاتي، راه يقدر المواطن ياخذ خير حولي يعني عادي. الرساله اللي كنوجهها للمواطن المسؤولين ان المواطن المغربي تقهر وما بقاش قد على هاد المسؤوليه، ما بقاش قد على مسؤوليه نفسه، ما بقاش قد عليها. فلهذا كنتمنى من المسؤولين يشوفوا من حالة المواطن المغربي البسيط الضعيف هذا، لأن المواطن تقهر. هما راه تيشوفوا المسكين الاولي واكلها والدرويش، ولكن اختي ما عندنا ما نديرو، حسبي الله ونعم الوكيل، راه كلشي شايفينه. حنا صحبنا هذا العام كاع ما نعيدو، كنا فرحانين، ولكن الاكثريه مساكن ما يعيدوش. نكذب عليك، انا كنشوف صحباتي ما عندهمش باش يخلصوا الكره، ما كيفكروش كاع في الحولي. ما لقاو حل، لقاو حل، يتعاونوا من جهه ويخلوا الناس ترزق الله. راه كاين اللي راه مشكل، كاين اللي فلاح دابا راه عنده الحولي خصو يبيعو عاد باش يخلص دين ويخلص العلب، مشاكل. شوفوا من حال هذا المواطن
هذه رساله اخيره كنوجه للمسؤوليه سيرتو في هذه الاعياد وفي هذه المناسبات بحال هذه اللي كتكون كبيره وكاع واغلبيه قلت لك الطبقه البسيطه هي اللي كتحتفل بهذه الاعياد وهي اللي كتبغيها. الله يهدي المسؤولين علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.